مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوين حبايبي اجمل ورق متابعين. النهارده هنعمل بكيلو برتقان حلى بارد، هيعجبكم كلكم وهيعجب كل افراد الاسره الصغيرين والكبار. لو عندك ضيوف جايين لك في الصيف في الحر، تاكدي انك عامله لهم الحاجه اللي هتعجبهم وهتريحهم، احلى من اي مشروب واخف من الجيلاتي واخف من الكيكه وبطريقه سهله. مش هنولع الفرن ولا حاجه في الحر. معانا كيلو برتقان هنعصره، انا عصرته بالطريقة التقليدية جدا جدا من غير عصار البرتقال ومن غير اي حاجة، عشان خاطر اللي ما عندهمش اي امكانيات ممكن ينفذوه معانا. تمام، انا عصرت كيلو البرتقال وبصفيه بالمصفى من البذر او اي حاجة، هنصفيه كويس. ما فيش احلى من ان احنا نعمل حاجات ومأكولات او مشروبات فيها فيتامينز وفيها مينيرالز، حاجات مفيدة للجسم. يعني من ناحية هناخد حاجات حلوة وكمان مفيدة. الكيلو برتقان انا اطلع معايا كوبايتين كبار عصير، صفيتهم كويس، هحطهم في حلة على النار. انا لسه مولعتش النار، هضيف لهم ملعقتين كبار سكر بودر، لان طعم عصير البرتقال بيبقى حادق طبعا، فلو عملنا صنف حلو هيطلع حادق بزيادة معانا. ضفت ملعقتين كبار تانج برتقال برضو علشان اعزز التست معايا. انا دقته لقيته يا جماعة ماسخ شوية فمحتاج سكر تاني، حطيت له ملعقتين سكر وحطين ملعقتين كريم شانتيه وحطيت فانيليا. هقلب طبعا كل ده على البارد لسه. تمام، هنقلب كويس عشان متبقاش فيه اي حاجة مكلكعة معانا. طبعا لو بتستخدمي حلة جرانيت هتستخدمي طبعا المضرب اليدوي اللي هو السيليكون عشان خاطر ما تجرحيش الحلة. انا بقلب بالراحة، انا ولعت النار وبعدين برضو لقيت الطعم مش طالع معايا، يعني برضو لقيته لسه حادق تقريبا، البرتقال ما كانش حلو معايا. وضفت ملعقتين كبار كريمة خفق. بصي لو عندك كريمة خفق سايلة ممكن تضيفي كوباية، لو مش عندك ممكن تضيفي ملعقتين من كريمة الخفق اللي هي البودرة. تمام، وتفضلي تقلبي برضو بالمضرب كده. تمام، وضفنا يا جماعة ملعقتين نشا. تمام، انا نسيت اقول معلش وانا بتكلم، ضفنا ملعقتين نشا وملعقتين كريمة خفق واربع ملاعق سكر بودر، وطبعا تدوقيه انتي، حطي الحلة اللي يناسبك. وبعدين حطينا نص كوباية حليب. تمام، انا دهنت الصينية ما حطيتش فيها زيت، لكن بليت المنديل ويدوب يعني مسحت بيه اطراف الصينية. تمام، انا حطيته في الصينيه وسبته علشان خاطر يبرد معايا شويه، وحطيت حله على النار وحطيت فيها كوبايه ونص حليب ونص كوبايه فيها كريمه خفق. دي كريمه خفق انا ضفت لها ملعقتين كبار نشا وملعقتين كبار سكر بودر. تمام، دول كوبايه ونص حليب، وضفت لهم نص كوبايه كريمة خفق وعليها ملعقتين نشا وملعقتين سكر بودر. وكالعادة برضو لقيته ماسخ شوية محتاج يتحلى اكتر، حطيت ملعقتين تاني سكر بودر وحطيت ملعقتين كريمة خفق بودر. لو انت مش عندك بودر وعندك كريمة خفق سايلة ممكن تحطي كوباية ونص، يعني هنحط كوباية ونص حليب وكوباية ونص كريمة الخفق. تمام، لكن لو مش عندك هتعملي زي، هتضيفي كوباية ونص حليب وممكن تضيفي كوباية وعليها ملعقتين كبار بودرة كريمة الخفق. وطبعا ضفنا ملعقتين كبار نشا واربع ملاعق كبار
سكر بودر، كل ده قلبناه على البارد وبعدين ولعنا النار. مش هنحط النشا ولا الكلام ده خالص في حاجة سخنة وندوب، لا هيكلكع معاكي ويتكتل، لكن هنقلب كل ده على البارد وبعدين نرفعه على النار ونفضل نقلب لغاية ما اوصل للقوام اللي هو زي المهلبية بالظبط. تمام، هضيفه. طبعا انا حطيت فيها فانيليا يا جماعة، حطيته هضيفه على الصينية الاولانية طبقة البرتقال، همسح كل حاجة طبعا وهسويها كويس كده بالراحة عشان خاطر ما يدخلوش في بعض. انا الاول حطيت طبقة البرتقال في التلاجة شوية، وبعدين لما مسكت شوية انا حطيت الطبقة التانية دي اللي زي المهلبية البيضة. بعد برضو ما هودت معايا شوية، يعني لما السخونية راحت منها انا صبيتها، ما صبها ما خدهاش من على النار وصبها على البرتقال، هيدخلوا اللونين في بعض يا جماعة. استنوا لما دي تبرد ودي طبعا تبرد في التلاجة وحطوهم على بعض. هنسيبها في التلاجة حوالي 4 ساعات او 6 ساعات، او يفضل خليها لتاني يوم براحتكم، بس هي لو 4 ساعات هتبقى زي الفل. اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اتمنى تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناة. مبسوطة قوي اني كنت معاكم النهاردة، واتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. بحبكم وفرحانة قوي بتعليقاتكم الجميلة، وبكرة بإذن الله نتقابل مع وصفة جديدة من مطبخ نيت فاروق.